إدارة طعام العافية تقتضي أن نولي ما نشرب من ماء أولوية، فالماء يشكل أكثر من 70 إلى 90% من جميع الخلايا الحية، وفيه سر الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وتشير الدراسات إلى أن كثير من الأمراض التي نعاني منها ما هي إلا صرخات استغاثة من الجسم بسبب نقص الماء، ويمكن معالجتها بشربه. فالماء هو المسؤول عن تحقيق التوازن في تنظيم وظائف الجسم.